السلام عليكم طلاب، راح نشرح مادة الحاسبات وشلون نحل معادلات رياضية باستخدام اللغات البرمجية. وأحد اللغات اللي راح نستخدمها بهذا الكورس هي لغة C++. مثل ما تعرفون بالرياضيات، على سبيل المثال أنا عندي فد معادلة معينة، خلينا نقول مثلا Y تساوي لي 2X تربيع أو X تكعيب زائدا مثلا Z إلى آخره. تمام، هاي المعادلة بسيطة وأقدر أحلها يدويا، بس مستقبلا يجوز تجيني معادلات أصعب ما أقدر أحلها إلا باستخدام الحاسوب، واللي راح أتفاهم وياه عن طريق هاي اللغة البرمجية. زين، بالرياضيات ايش عندنا؟ عندنا متغيرات. تمام، هذا متغير، هذا الإكس متغير، والزد متغير، وهاي عبارة عن عملية جمع. أنا شلون أحل معادلة بالرياضيات؟ أجد قيمة الـ X وقيمة الـ Z وأعوضهن وأطلع نتيجة هاي المعادلة. وين تنخزن نتيجة هاي المعادلة؟ راح تنخزن عندي، راح تنخزن عندي بالـ Y. إذن الـ Y هي عبارة عن متغير، والـ X متغير، والـ Z متغير. شلون هاي الشغلة أقدر، أو شلون هاي المعادلة أقدر أسويها برمجيا؟ نفس الشيء، لغة البرمجة تعتمد على شنو؟ تعتمد على متغيرات وعمليات حسابية. تمام؟ زين، خلنا نجي على المصدر اللي راح نلتزم به وياكم. المصدر مالتكم مصدر أستاذ عصام. مبدئيا اشرح لك عن تاريخ لغة سي بلاس بلاس وشنو الميزات مالتها إلى آخره، ما أعتقد هذا الشيء مهم. خلنا نجي على الداتا تايب. شنو الداتا تايب؟ الداتا تايب هي نوع المتغير اللي عارفه. تمام، زين، راح تقول لي شنو نوع متغير. على سبيل المثال خل اجي هنا، راح اجي اقول x تساوي لي 3. هذا ال x اخذ لي رقم 3، رقم صحيح. تمام، وجيت هنا قلت ال y تساوي لي 12.3، هنا اخذ رقم 20 بي بوينت. زين، هذا شنو اسمي وهذا شنو اسمي؟ خلنا نرجع جدول ونشوف جدول الداتا تايب. هذا الداتا تايب، اول موضوع عندكم بالمصدر. شنو الداتا تايب؟ الداتا تايب كنا نوع المتغير اللي راح اشتغل عليه. اهم المتغيرات اللي راح تشتغلون عليها واللي حيت تركزون عليها واللي جدا مهمه هي الانتجر. هاي الانتجر، وعندنا ايضا الفلوت. شنو انتجر شنو فلوت؟ خلينا نجي نقرا الديسكربشن مالتها. ده يقول انتجر ريبريزنت ان انتجر نمبر، ده يقول لك انه الانتجر هذه تمثل لي الارقام الصحيحه. يعني شنو ارقام صحيحه؟ يعني بدون بوينت. يعني هذا الثلاثة رقم صحيح، سواء كان 3 او سالب 3 نفس الشيء، مهم هو بدون بوينت، ما بي 20. تمام، زين، من نجي على فلوت، هنا على الفلوت ده يقول لك ريبريزنت فلوتينج بوينت نمبر، يمثل الارقام اللي بها بوينت العشريه اللي هي هاي 12.3 على سبيل المثال، سواء كان سالب او موجب ايضا مطلوب بي بوينت، فهو نوع يكون شنو؟ نوع راح يكون فلوت. اذا نتوصل الى نقطتين مهمه، انه الانتجر هو يمثل الارقام الصحيحه سواء كانت سالبة أو موجبة، أما الفلوت فيمثل الأرقام اللي بيها بوينت، اللي بيها عشرة يعني. تمام، شنو المهم بهذا الجدول؟ هذا الجدول يعتمد على الأستاذ يدرسكم. إذا قالكم احفظوا كله تحفظوا، ما قالكم يعني قالكم تحفظوا كله، أنا أقول لك من عندي احفظ الشغلات المهمة اللي هي تحفظ الداتا تايب والسايز، هذه أهم حقلين تحفظهم، الداتا تايب والسايز. الانتجر ايش قد؟ خل احددها. الانتجر هنا ايش قد السايز مالته؟ 4 بايت. تمام، فلوت ايش قد؟ الفلوت 4 بايت، وتحفظ ايضا تشار، تشار 1 بايت. تمام، والدبل خلينا ناخذ وياها. تمام، ذني اهم شيء تحفظهم، ما يأشر ما اعرف ليش. المهم الدبل والسايز مالتها،
كلها، بس تركيزي وين؟ تركيزي على ذني الاثنين اللي هم الانتجر والفلوت، لأن أغلب شغلك بالعمليات اللي راح تشتغلها باستخدام لغة سي بلاس بلاس راح تكون يا إما متغيرات من نوع انتجر أو متغيرات من نوع فلوت. تمام؟ زين، راح نجي هسه على الفيربلز اللي هي متغيرات. شلون احنا نعرف هاي الفيربلز؟ نعرفها بهاي الطريقة. خلنا نشوف على سبيل المثال، أنا عندي x تساوي لي 3، هذا شنو؟ هذا اتفقنا موضوع صحيح، فيعني انتجر. شلون أعرفه أني بالبرمجة؟ راح أجي أقول انتجر هذا الشكل ال x تساوي لي 3. أنا بهيش فقرة هسه أنا هيش عرفته. تمام؟ زين، جيت ال y شو تساوي لي؟ تساوي 2.1. راح أجي أقول بما أنه هي point إلى float، فلوت الواي تساوي لي 2.1. شغلة مهمة ما يصير تنساها منا إلى أن تخلص هذا الكورس إن شاء الله، إنه نهاية كل عبارة لازم أكو فارزة منقوطة. تمام؟ زين، شنو العبارة؟ ها، هذه عبارة. إذا أنا أقول انتجر هنا، خلينا نجي هنا برمجيا، هنا انتجر x يساوي 3 هاي تعتبر عبارة، لازم أحطها فارزة منقوطة. float ال y يساوي 2.1 هاي تعتبر عبارة. زين، هل إنه أنا ملزم منطقيا لل x وال y؟ لا، مو ملزم. ممكن يتعرفها بهذا الشكل، انتجر x فقط وتسكت ما تقول أي شيء. زين، هاي شي تقابل لهاي. إذا أنتوا أخذتوا بالرياضيات من مثلا بداية السؤال يجيكم تكتب، أنت مثلا تكتب بالسؤال تكتب لك late، يعني حيث يمكن late إنه ال x مثلا تساوي لي 2، تمام، وال y تساوي لي 4. نفس الشيء برمجيا، بس شنو الفرق؟ إنه أنا أقول هنا أنا انتجر ال x، تمام، وانتجر ال y، أعطيها قيم. إذا هو أعطيها قيم أعطيها قيم. زين، هل إنه أقدر أعرفهم سوية؟ أي، بس بشرط. شنو الشرط؟ إنه يكون اثنيناتهم انتجر نفس النوع. يعني شلون؟ يعني أنا أقدر أقول انتجر في هذا الشكل، انتجر x وفارزة عادية و y وأحط فارزة منقوطة بالنهاية. تمام؟ زين، شي يصير إذا حطتنا فارزة منقوطة؟ ها، شو راح يصير؟ راح يعتبر هذه عبارة وراء الفارزة المنقوطة. وشنو موضوع الفارزة المنقوطة؟ الفارزة المنقوطة معناه نهاية عبارة، خلص. يعني أي شيء يجي بعد الفارزة المنقوطة هاي ما له علاقة باللي قبلها. هذه مفهوم الفارزة المنقوطة باللغة البرمجية. تمام؟ فأني من إذا أحط فارزة منقوطة راح يقول يا ترى الانتجر فقط للإكس، الواي ما له علاقة. يوز الواي ممكن يكون عندي char، ممكن يكون عندي دبل، ممكن يكون عندي float، ما أعرف. بس إذا أخلي فارزة عادية، تمام، إذا أخلي فارزة عادية بهذا الشكل راح يقول لا، هذا اللي يقصد إنه هذا الفارزة العادية باعتبار و، تمام، أو أنت و الفارزة العادية باعتبار و أو أنت، فراح يقول له ترى انتجر للX والY وياها سوية واه أنهي أنهيها فارزة منقوطة، إنه خلاص انتهت العبارة. زين، إذا كان عندي الواي من نوع فلوت فما يصير، راح يصير عندي خطأ، إلا إذا كان الإكس من نوع انتجر والواي من نوع انتجر أيضا. تمام؟ زين، إذا كان عندي متغير من نوع فلوت نفس المشكلة، نفس الشيء، ما يأثر أي شيء، مجرد راح أقول فلوت بهذا الشكل، خلنا نقول W و W، خلنا نقول F، اثنيناتهم من نوع float، فراح أقول float W فارزة عادية ال F وأحط فارزة منقوطة وما أخلص. أهم شيء الفارزة منقوطة. ممكن مستقبلا تكتب برنامج عبارة عن 1000 سطر وتجي تنفذ ما يشتغل برنامج عندك. ليش؟ لأن أنت بتدني 1000 سطر ناسي فارزة منقوطة واحدة هي اللي وقفت شغل البرنامج كله.
فارزة منقوطة موضوع حيل مهم، حيل مهم يعني جدا مهم للبرنامج. زين نرجع هنا بالفيرابل. هاي كلمات راح تحفظوا منه، يا اما اذا هو طالبها من عندكم تحفظوها كله تحفظوها كله، ما طالبها الشغلات اللي راح اعدد لك اياها هسه تحفظها فقط، لان هي اللي راح تستخدمها بهذا الكورس، الباقي انت يعني مو بحاجتها حاليا، انت ما راح تستخدمها. شغلات لازم تحفظها هي اول شيء الانتجر، تحفظها كسبلنج، يعني تحفظها كسبلنج وشنو يعني شنو شغلها، انه هاي تكون انه هي عبارة عن نوع داتا تايب، نوع متغيرات، تمام. تحفظ الدبل، تحفظ شنو بعد، تحفظ اكو تشار عندي، تشار تحفظ ايضا. زين زين هاي الكلمات شنو هي كاتلك يا جدول؟ هاي عبارة عن كلمات محجوزة بلغة سي بلاس بلاس البرمجية. شلون يعني محجوزة؟ يعني من تكتبها الكتاب مالتها ما تطلع مثل باقي الكلمات، هتطلع عبارة عن بولد، يعني بخط البولد، العفو يعني خط البولد يعني بخط يعني تبين انه هاي الكلمة محجوزة بهاي اللغة، تمام. فراح تحفظ، قلنا اتفقنا انه عندها الدبل والانتجر والتشار، تحفظ ايضا شنو بعد، فلوت شانانو فلوت، وتحفظ ايضا الكونسنت اللي هو الثابت، تمام. تحفظ ايضا شنو وياها، تحفظ الاف، تحفظ الالس، اهم شيء سبلنج، مثل الالس سبلنج معناته اذا خطا ما راح تشتغل صح. عندك عندك اليوزنج نيم سبيس، يوزنج نيم سبيس هاي حيل مهمه، اليوزنج نيم سبيس هاي من ضمن هيكلية البرنامج اللي تكتب بيه، هيكلية البرنامج اللي راح تكتب بيه الكود مالتك، تمام. يعني اذا ما كتبتها الكود مالتك ما راح يشتغل، فلازم تحفظها وتحفظ السبلنج مالتها بصوره صحيحه. زين شنو بعد اللي ممكن تحفظوه؟ هي يعني تقريبا هاي اغلب الشغلات اللي ممكن تحفظوها واللي راح تستخدموها، والباقي يرجع يعني يرجع عندكم، يعني الموضوع يرجع بينكم بين الاستاذ، اذا قال جدول كله حفظ تحفظوه كله، قال جدول لا مو كلها حفظ تحفظون هاي الشغلات اللي اشرت عليها حيل مهمة. وراح نشوف ان شاء الله احتمال نرجع نأشر بها ايضا شغلات مهمة، احتمال على حسب المحاضرات اللي راح تجيكم نرجع نأشر بها، بس مبدئيا تحفظون دني اللي اشرتهم كلهم. زين declaration of variable طريقة تعريف المتغير، مثل ما قلنا هسه هنا انه نعرف float متغير اسم متغير، يعني داتا تايب زائدا اسم المتغير. خلينا نشوف ايش قايل هو، باش قايل هنا هنا ايش قايل، قايل قايل ان شنو، ان الداتا داتا تايب، يعني شو داتا تايب يقصد بيها، داتا تايب هنا يقصد بيها مثلا انتجر فلوت تشار الى اخره. الفيرابل نيم هو اي متغير انت راح تضيفه، اكس واي زد الى اخره، وزادت معلومه ممكن يكون المتغير عباره عن اسم. على سبيل المثال انا اريد اعرف متغير اخزن به مجموع مثلا عمليه معينه، فاقدر اسميه سميشن، يعني هو عباره عن مجموع سميشن، اقدر اسميه كلمه كامله واقدر اسميه عباره عن حرف. زين هل انه انا ممكن اعرف المتغير بهاي الطريقه اللي هي انتجر الاي، تمام، احط فارزه منقوطه، ارجع اقول فلوت الاي، هل انه ممكن؟ لا طبعا مو ممكن. ليش؟ لان اني من قلت له متغير اي هنا من نوع انتجر خلص، ما يصير ارجع اقول له لا فلوت الاي، ما يصير. اذا لغه سي بلس بلس او اللغه البرمجيه هي حساسه جدا من ناحيه اسماء المتغيرات، اذا تتعرف متغير فلوت ومتغير ثاني هو انتجر لازم كل واحد اسم، او تقول هنا انا شنو بقي اي بس شنو اسوي،
سويه كابيتال، خليه بهذا الشكل كابيتال، ماكو اي مشكله. المهم يختلف عن ها عن المتغير الثاني، خلي يكون هنا اي وهنا اي، بس هنا أنا كابيتال وهنا أنا سمول، ما ياثر ماكو اي مشكله. هاي نقطه حيل مهمه وركزوا عليها زين. هذا بالنسبه للمتغيرات. شنو بعد اكشارات مهمه بالنسبه للمتغيرات؟ متغيرات مثل ما اتفقنا، المتغيرات تقدر تسند لها قيمه او تسوي لها ادخال انت هسه بعدين راح ناخذ الادخال ان شاء الله. شوف مثل ما قايل لك انه داتا تايب واسم، والاسم هنا أنا اسم الاسم المتغير مالتك سواء كان اكس واي زد الى اخره، انت مخير بكيفك اي اسم تخليه، بس اهم شيء قايل لك شوفنا شو نخلي الفارزه منقوطه، نهايه كل عباره فارزه منقوطه، هاي شغله ما ننساها. وجاي هنا معرف متغير اي وبي ومعرف دوت الاف زين. هسه انا هنا اقدر اقول اختصار هاي الخطوتين، اقدر اقول انتجر الاي فارزة عادية والبي وان هي فارزة منقوطة. صراحة احط وياها الاف؟ لا. ليش؟ لان الاف نوعها فلوت يختلف عن ذني، كل واحد واحد ما يصير زين. راح اجي هنا اعطي اكزامبل انه انتجر اي بي سي مثل طريقة قلتلكم عليها، نفس الطريقة انه اعرفها كلها اذا كانت كلها من نفس النوع تمام، وهنا اعرفها كل وحدة وحدها. نجي هنا لهيكلية البرنامج زين. شنو هيكلية البرنامج هاي؟ قبل لا اكتب هيكلية البرنامج اريد اجي على شغلة حيل مهمة، اللي هي شلون اسوي اسناد للقيمة، قيمة المتغير معين، وشلون اطبع هذا المتغير. انا عندي امرين ثابتة تمام، عندي امرين ثابتة بالطباعة وبالادخال. خلني اجي اول شيء على الادخال تمام، الادخال الانبوت مالتنا شلون نسوي ادخال، يا اما اسناد مباشر يعني اقول بهالشكل ان اقول انتجر الاكس تساوي لي 2، او لا اقول مجرد انه هنا ايش عندي، اقول هنا لا انا عندي فقط شو اسمه انتجر اكس فارزة منقوطة، لازم انا ادخل هاي القيمة. شلون اسوي لهاي القيمة؟ عن طريق الامر اللي يسموه سي ان، هذا ايضا تحفظوه حيل مهم. سي ان لادخال وسي اوت اخراج، هاي تمشي وياك من نهايه الكورس، كل برنامج راح تحتاجها. السي اوت لازم، لان اني ليش ممكن سي ان اسوي اسناد مباشر بس السي اوت لا، اللي هي الاخراج، لان اني كل برنامج بعد ما اكمله لازم احتاج اشوف الناتج مالته ايش طلع، فلازم احتاج سي اوت. وضحت؟ هسه خلينا اول شيء ناخذ الادخال اللي هو السي ان، راح نكتب بهاي الطريقه سي ان وهاي القوسين علامه الاكبر زين، وهنا ايش اكتب وراها؟ اكتب اسم المتغير اللي اريد اسوي له ادخال. هسه انا عندي انتجر اكس و انتجر شنو هنا عندي انتجر واي على سبيل المثال تمام، فلوت ال فلوت الزيت على سبيل المثال تمام. فانا اسوي ادخال ذني متغيرات، راح اجي اقول اول شيء انا اسوي ادخال للاكس، فراح اقول سي ان للاكس واحط فارزه منقوطه، نهايه كل عباره فارزه منقوطه. انا اسوي ادخال للواي، اجي اكتب سي ان للواي واحط فارزه منقوطه. اسوي ادخال للاف عفوا الزيت، راح اسوي سي ان الزيت فارزة منقوطة، وهكذا زين. اقدر اعرفهم كلهم بسطر واحد بسي ان واحدة؟ اي اقدر. شلون؟ انه انا اكتبهم بهذا الشكل سي ان الاكس واحط نفس الاقواس ذني او نفس الاشارات العفو ذني، واحط وراها الواي واحط نفس الاشارات، واحط شنو الزيت. عرفتهم بهذا الشكل او بهذا الشكل، الطريقتين صح، انت مخير بكيفك تمام، سواء عرفت كل واحد وحده او عرفتهم ثلاثتين سوية بكيفك، انت مخير. هذا بالنسبه للادخال، انه انا مجرد اقول سي ان القوسين واسم المتغير اللي اريد ادخل له قيمه تمام زين. نجي هسه وين على الاخراج؟
شلون اسوي اخراج يعني اللي هو الاوتبوت، اريد اطبع اوتبوت. زين شلون هذا الاوتبوت اسوي؟ انا عندي ايضا بي امر ثابت ولازم تحفظه، ضروري جدا جدا يعني، اللي هو سي اوت بهذا الشكل. سي اوت الاقواس لا تنتبهون عليها تكون عكس الاشارات، العفو تكون عكس السي ام، راح تكون بهذا الشكل تمام. وهنا انا اكتب اسم التغيير اريد اطبعه اللي هو اكس تمام. هسه انا اقدر اسوي برنامج بسيط اسوي بادخال قيمه واطبعها. شلون؟ بمجرد اني خلينا نقول هاي مكان اكتب بيه الكود، راح اجي اقول هنا انتجر x فارزة مربوطة، اجي اقول cn لل x سويت له ادخال، cout لل x. هسه انا عرفت متغير اسمه x، دخلت له قيمة وطبعتها. بالنسبة للعملي واللي هو اعتبره مهم اني، ليش مهم؟ لان على مو تتأكد من حلك تحتاج تنفذ عملي، على مو تشوف حلك صح لو لا، تعرف اخطائك من تخطأ. يعني مثلا الفارزة المنقوطة اذا كتبت الورقة ونسيت الفارزة المنقوطة ما راح تقدر تعرف انه عندك خطأ، بس اذا نفذته باللابتوب راح يعترض عندك ويقول لك انه عندك خطأ بالمكان الفلاني، فراح تعرف الخطأ مالتك. بالنسبة للي عنده لابتوب يقدر يستعمل برنامج الديفلوبر اللي انا ان شاء الله حفقدكم الرابط مالته بالوصف، واللي عند واللي ما عنده لابتوب ويريد يستخدم موبايل ايضا اكو برامج هوايه على السوق بلاي، يقدر ينزل واحد من عندها ويكتب الكودات بيها. زين خلينا نجي على البرنامج مالتنا. مبدئيا نفتح بهذا الشكل، نسوي مشروع جديد من انا من نيو source file. هاي انا فتحت مشروع بروجكت جديد على مود شنو؟ على مود اكتب بيه البرنامج مالتي. اكو فد هيكلية معينة لكتابة اي برنامج، شنو هاي الهيكلية؟ هسه راح اتعرف عليها. الهيكلية هنا شي يقول؟ هنا عندنا الهاش انكلود ايو سترين، شنو هذي؟ هاي عبارة عن مكتبة للإدخال والإخراج اللي هو السي أوت والسي إن تمام. هاي عبارة عن مكتبة للإخراج اللي هي السي أوت والسي إن. أما هاي الأشياء تكلم عنها قبل شوية اللي هي يوزنج نيم سبيس STD، هاي أيضا مهمة لتشغيل البرنامج عمود بنات الكود ما تشتغل. نجي على الانتجر مين. شنو الانتجر مين؟ هاي يسموها الدالة الرئيسية. شنو يعني دالة رئيسية؟ الانتجر مين مالتي، انا اقول انتجر مين بهذا الشكل، اهم شيء كتابة ما تكون صحيحة، اي خطأ ما يشتغل عندكم. طبعا بيها قوس بداية وقوس نهاية تمام. الكود مالتي وين اكتبه؟ هاي الدالة الرئيسية اتفقنا، دالة رئيسية. الكود مالتي يكون داخل هاي الدالة، كود مالتي يكون داخل هاي الدالة هنا ينكتب. أي شيء ينكتب خارج أقواس الدالة الرئيسية يعتبر خطأ تمام. الكود مالتك دائما لازم يكون محصور بين هذا القوس وهذا القوس، ولازم تتأكد إنه عندك قوس بداية وقوس نهاية begin و end لازم، والكود مالتك لازم يكون ضمن الانتجر مين تمام. هذا سواء كانت بالعملي او بتحل بالورقة لازم الحال مالتك يكون بهاي الصيغة. زين نرجع بالله هنا ايش دا يقول؟ دا يقول انه هاش انكلود ايو ستريم يوزنج نيم سبيس std انتجر مين. شوف هنا فاتح قوس بداية كاتب برنامج معين وساد القوس مالته. شوف زين بس نرجع البرنامج هذا نفهمكم اياه، بس خلي انفذ لكم البرنامج اللي سويناه اللي هو عبارة عن انه عارف متغير من نوع X واسوي له ادخال واسوي له طباعة. خلينا نجي اكتب الهيكلية اللي اتفقنا عليها، هاي ثابتة كل برنامج تسووه، هاش انكلود ايو ستريم
دائما انتبه بالسبلنج انه ما اخطا بالسبلنج. اي خطا اي خطا يعني ما يشتغل برنامج عندك. using namespace std integer main افتح قوس begin وend. هاي الكتابة اذا ما تصير بولد بهذا الشكل يعني اكو بيها خطا معين. هسه اذا جيت شلت حرف الاس شوف صارت ما صارت بولد صارت عادية. اذا حطيت حرف الاس تصير بولد فاعرف انه هي كتابتي صحيحة لها. هاي الدالة الرئيسية اللي اتفقنا نكتب الكود هنا قد ما يكون الكود مالتي لازم اكتبه داخل الانتجابين بين هاي القوس وبين هذا القوس. راح اجي اكتب البرنامج اتفقنا عليه انتجر x فارزة منقوطة نهاية عبارة cn للx فارزة منقوطة جوا cout للx فارزة منقوطة. هيش انا بحال انا اعرف متغير من نوع انتجر سويت له ادخال سويت له طباعة. راح اجي انفذ البرنامج. شلون انفذ البرنامج؟ اول شيء اضغط على الكومبايلر هنا تمام عم بتشيك اذا اكو اخطاء او ماكو بهذا الشكل. احفظه باسم معين كيف كوي اسم طي سيف. راح يشيك اذا اكو خطا معين ماكو اي خطا اضغط هنا على التنفيذ اللي هو run. راح تشوف ان المؤشر ياشر لك ليش بانتظار انه انت تدخل قيمة عن طريق السين. فعسى مثلا راح اجي اقول 8 وانطي انتر راح يطبع لي 8. هاي هي عملية هنا عملية ادخال سوينا وهنا عملية الاخراج طبع لي 8. زين اذا جيت هسه انا هنا انا شلت الفائزة المنقوطة هاي نفذت شوف اعتقد شتا يقول لي هنا أنا هاي هنا أنا هاي المربع دشوفوه هاي قائمة الاخطاء من هنا تقدر تعرف الخطأ مالتك وين. دا يقول لي اكو شوف حط ياها بين دبل كوتيشن مع فاضحة او واضحة عندكم بين كوتيشن قال انه فارزة منقوطة before cout. يعني دي يقول لك اكو قبل cout فارزة منقوطة. القبل cout وين؟ هاي cout مالتي قبلها وين؟ اللي هو هنا احط فارزة منقوطة وانفذ راح يشتغل البرنامج عندي ايضا واقدر ادخل اي قيمة 2 2. زين نرجع على شوي على موضوع cout. السياوت كنا نطبع قيمة. زين هل انه انا اقدر اطبع رسالة للمستخدم عن طريق السياوت رسالة معينة مثلا اقول له مثلا من فضلك دخل قيمة هذا المتغير على سبيل المثال بس بالانجليش طبعا لغة سي بلاس بلاس تتعامل فقط ويا اللغة الانجليزية تمام. اي اقدر شلون باستخدام لغة باستخدام عفو امر السياوت. يعني اكتب هذا الشكل سياوت ورا السياوت الأقواس مالتها هنا ايش اسوي؟ احط دبل كوتيشن هذا الشكل فتحة دبل كوتيشن واكتب الرسالة مالتي معينة واسد الدبل كوتيشن وفارزة منقوطة. هيش حال انا طبعت رسالة معينة على سبيل المثال خلنا نجي نعدل على برنامج مالتنا نسوي بيه رسالة. رسالة انا اريدها وين؟ انه اول ما افتح برنامج تظهر لي اول ما افتح اول ما اعطي تنفيذ تظهر لي. فلازم اخليها وين؟ اخلي الرسالة مالتي اخليها قبل الادخال عمود اول ما افتح التنفيذ راح يطلع لي اخليها قبل الادخال هنا. المهم قبل الادخال سواء قبل التعريف او هنا او بعد التعريف اهم شيء قبل الادخال تمام. فاجي اقول سي اوت هذا الشكل افتح الكوتيشن مالتي هذا الشكل اكتب على سبيل المثال بليس ما حافظ سبلنج مالته صحيح صراحة تمام انتر the value of the x. يعني دخل قيمة ال x واخلي فارزة منقوطة اهم شيء ما انساها. راح اجي انفذ واشوف شنو راح يطلع لي. شوف please enter the value of x وانتظر القيمة ادخلها. فبمجرد ما راح ادخل هنا 2 انت طباعة راح يطبع لي 2. زين هل انه انا اقدر ايضا اسوي بالطباعة رسالة؟ اي اقدر. شلون؟ راح اجي هنا قبل الاكس يا اما هنا اخليها رسالة مالتي سي اوت بهذا الشكل يا اما ادمجها ويا الاكس بس تكون قبل الاكس. شلون يعني؟ راح اسوي فيها بالشكل عم تفهموها.
يا اما انا هنا اخلي رساله معينه، مثلا اقول the value of x is او equal تمام بهذا الشكل، اخلي فارزه منقوطه وانفذ. فمن راح اجي ادخل 2 راح يطبع لي the value of x equal 2. او اقدر شو اسوي، الغي هاي هنا تمام، الغي هذه، خل اشيل هاي نسخ، الغي هذه واجي هنا قبل الاكس اخلي رساله مالتي، بس بعدها لازم اخلي قوسين نفس سالفه الادخال. من اريد اسوي اكثر من ادخال لازم اكو هاي الاشارات بيناتها تمام. اقدر اخليه بهذا الشكل، اجي انفذ واشوف 3 انفذ طبعت عندي 3. هاي عباره عن رساله انا طبعتها وبعدها خليت قيمه المتغير تمام. لهنا ننهي هذا الدرس على مود ما يكون عندكم لود، لما انه هي ماده جديده عليكم، وان شاء الله بالدرس الجاي راح اشرح اكثر ونشرح الامثله بهذا المثال طبعا، وان شاء الله الماده كلها بسيطه ومفهومه. اي سؤال عندكم ما فهمتوه اكتبوا لي بالتعليقات ان شاء الله، واني ارجع يعني اعيد شرحها بالدرس الجاي.